أنا احترقت الطيارة بي، يعني 33,000 قدم أني. أي شلون هاي الطائرة؟ ما تحكي لنا قصة الطائرة اللي احترقت بيك، شلون نجيت منها؟ خلي المشاهد الكريم يسمع. أنا كنت طائر ويا المدرب مالتي على طيارة اسمها T-11 اسمها فامباير. نطير هذه ديول يعني وياي المدرب، سوي فلان شي وسوي فلان شي وكذا، هو يشوفني حتى يكتب علي تقرير. وين أطير سولو يعني أطير منفرد، أروح على الفينم، طيارة فينم أخرى همين اثنيناتهم إنجليزية، حتى يهيئون إلمن لطائرات الهنتر الإنجليزية. فأنا طائر ويا المدرب، صار عندنا الضوء مال الحريق اشتعل، فالطيار من يشوف الضوء مال الحريق اشتعل رأسا يتخذ أكشن يعني مباشرة، ماكو بها يعني سين وجيم وها ودا شوف ودا تأكد، رأسا يدور ويصيح يعني كلماتك بالإنجليزي مايدي مايدي، يعني شلون نجدة ما نجدة وكذا، أنا عندي هيجي وهيجي. فيجي أنا والمدرب جيت ونزلنا ونزلنا. أنا ورا أسبوع طرت فوق حديثة ارتفاع 33,000 قدم دا سوي ألعاب. أنا هيجي الطيارة مقلوبة هيجي، شفت الضوء مال الحريق اشتعل الضوء. فأني من اشتعل الضوء عندي تجربة ويا المدرب مالتي، سوى المدرب لازم أسوي أني مثله. رأسا نزلت الطيارة هيجي، رجعت يعني مثل ما أنتوا تعرفون البنزين، يعني سموه أنتوا، إحنا نسميه ثرتل يعني بالإيد. فبديت أنحدر، خابرت الحبانية قلت لهم ترى أنا اشتعل عندي الضوء الأحمر مع الحريق، أنا متوجه إلى الحبانية راح أجي. وبديت أنزل، بس أنا بين 5 دقائق 4 دقائق أفتر يمنى ويسرى. أنا ليش أستغرق؟ ها ليش؟ لأنه لو أكو حريق ألقن الدخان أشوفه، يعني لو ما أكو حريق لورا من أديور أنا هيجي أباوع للحريق أشوفه، لو منايا ماكو. لكن اللي يصير شنو؟ أباوع على الإنسترومنت يعني آلات الطائرة، كل ساعة يصفر عندي واحد من الآلات، سرعة، ارتفاع، البرجر، أكو خربطة يعني، لا مبينة أكو فشي غلط. ليش الأجهزة كلها يعني مثل السيارة وتروح من عندك الجيج مال السرعة، بس الفرق أنك معلق بالجو جيج مال السرعة مثلا زين، وبعد على وش تعتمد أنت يعني؟ على البريك. ف قام هذا ناديت اني قلت لهم ترى بدت الاجهزه مالتي تتعطل كل واحد ورا الاخر. ولا صديقي من دورتي اسمه ساطع هم استشهد بعدين يعني، الله يرحمه برحمته الواسعه من العظميه. ف قلت له ساطع قل لهم اني هيك وهيك ترى هذا انفقدت حتى الاتصال بعد بالخارج ما عندي ثاري هذا. بعدين طبيعي ورا ما سوى انفستيكيشن وتحقيق وما ادري شنو، طلع هذا حريق واير سلك مو يمشي، مثلا يوصل جهاز الانسترومنت يعطله الارتفاع يعطله. الا ان وصلت ثاني فوق الحبانيه فد انفجار كلش قوي بداخل الكابينه مال الطيار، اني وجهي راسا صار مثل بنطلونك اسود زين، اباوع اريد اشوف شنو القصه، انزل عجلات ما تنزل العجلات، اريد اقلل السرعه مال هذا حتى انزل بالحبانيه، ما تتقلل السرعه وانا جاي اذا اريد انزل بالحبانيه وتالي اذا ابقى هيجي الهواء يضربني ملق عيوني وهذا جسمه. فسوى ثاني نزلت الكرسي فولي داون
يعني كلش الأسئلة، وخليت رأسي بهذه الصغيرونة مال هذا وهذا البايزة، احتميت بالزجاجة الأمامية. الصغيرون هم صغيرون، لكنه أنا لابس كراش هلمت وبي فايزر يعني أنزله. فنزلته هيجي أريد أقذف، أقذف ماكو، ما الكرسي ما ينقذف. أباوع الطيارات، طيارات الهندر الجديدة جايبيها من إنجلترا جاية بالحبانية. قلت إذا أقذف، إذا أقذف وتوقع الطيارة مالتي فوق هاي الطيارات، هسه يقولون هاي مؤامرة وكذا، وإحنا بلا شيء سمعتنا مو هذا. ففضلت أنزل، أخذت القرار، قلت أنزل كراش هذا وعلى هذا. فجيت حتى من نزلت، أنا نزلت غلط، يعني المفروض من تنزل أو تطير لازم تنزل أنت ضد الريح، تنزل ضد الريح. فأنا نزلت لا ويا الريح، لأن ما عندي مجال، يعني الطيارة ما تحترق. يعني جماعة دي يشرحوا لي، يقول لي الطيارة قاعد تطير هيجي وراك فتشعلة من النار هيجي من الجت بايب مال الطيارة دا يطلع هيجي. فأنا جيت أباوع أشوف ساطع هذا الولد، كان يرد لي خطية يصيح شورت، يعني سمعت أنه قبل ما أفقد الارتي يعني السمع، يقول أنا عندي شورت فيول يعني وقودي قليل ترى. أنا جيت أنزل وأشوفه قدامي دي يريد ينزل على المدرجة. أنا بيني وبين نفسي قلت أنا ميت، هذا الولد الخطية ليش يعني أموته. فتحركت رحت. هو أيضا جاي بطائرة، هو جاي صحيح، أنا جاي غلط. فأنا جيت هيجي على التراب، هو نزل على المدرجة، أنا على التراب. الطيارة ما بيها فتشي تقللها، أنا الديسنت مالتي كلش قوي، سرعة قامت تزداد. زين ما توقف الطيارة، ما توقف الطيارة. فأني سويت باوع، ظليت أمشي ويا القاع، وصلت إلى النهر مال الحبانية اللي قريب من شارع الحبانية. راح أوصل للشط، أوقع بالشط، خليتها هيجي على الله سبحانه وتعالى، يعني عسيت العصا اللي قدام، قامت تكرخ الطيارة بالأرض، بالأرض. فتنزول حتى لو أكو عجلات، الله سبحانه وتعالى لو أكو عجلات ها ما تنزل هيجي نزلة. وشوف الله سبحانه وتعالى اللي يعني ساعدني بيها، لو باقي أني ويا الريح الحريق وين هو مالتي بالظهر، لو أنا مستمر وواقف الطيارة هيك كان حرقني الهواء يضرب الحريق يجيب علي بالكوكبت. بس لأنه الهواء الريح ضدك، لا يعني لا تدفع النار اللي ورا ما تجيبها عليك. أنا نزلت الريح وياي وياي، يعني لو واقف الطيارة بهالاتجاه كان حرقتني الحريق، حرقني كان. ها إذن الريح كانت تدفع النار باتجاهك يعني. فالله سبحانه وتعالى يعني هذه أهم رحمة من ربك. الحمد طيارة لله. هي من كيفها، من كيفها، من كيفها افترت هي شيء كان يصير ضد الريح. ضد الريح. النار وين صارت؟ صارت ورايا، ما قامت تجي علي. أنا فكيت الأحزمة وكنت رياضي وتوني بعدني بالمنتخب. فشيتت من الكوكبت بالقاع وركبت حوالي 60 متر 70 متر 80 ما أدري يعني، قعدت وقعدت بالقاع، بالقاع رأسا انبطحت بي عشان تنفجر الطيارة. انفجرت الطيارة ومليانة وقود، النار مالها 4 طوابق مال عمارة، وجوي أهل الحريق يذبون لهذا عبالهم أنا شنو، أنا عبالهم بالطيارة أنا، فيذبون على الطيارة الفوم هذا الأبيض حتى يمنع الأكسجين اتصال بالحريق حتى يسمه يوقفه. إلى أن عتشافوك، إلى أن الطيارين أصدقائي قام يمشون ويا الطيارة وثلاثتهم توقفوا الله يرحمه. طبعا يعني شو نقول لك، نقول لك الحمد لله والشكر يعني اللي انك ما زلت موجود ونجري وياك هذا الحوار.